بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو السابق وهذا الفيديو ملحق لكتابي جينيريك بوك أو التعليم أكسجين أكثر، قلنا إن الكتاب سيكون بالإنجليزي وصوت العرب سيكون حوارات تصل إلى 5000 دقيقة ليتكون أو تتكون المسرحية. فالمسرحية هي مجال لكل من يتم الاتصال بهم للحوار معهم بخصوص 60 عام من التعليم، من 44 أو من 34 إلى 94 في القرن الماضي، القرن العشرين. فالمسرحية والحوارات ستكون حول الحروف السبعة اللي هي Green Education، حرفين تعليم كيف كان، والحوار حول تعليم أكسجين أكثر، وحول اقتصاد التعليم الجديد ما بعد الكورونا اللي هي الـ NE، وحول الـ RI العوائد من الاستثمارات، وحول السي الاستثمار في التعليم أو العودة للاستثمار في التعليم بالمفهوم الجديد. الحوارات هي لتحقيق الانتنت من الكتاب، وقلنا الانتنت هو المقصد أو ما وراء الكتاب. فما وراء الكتاب مسرحية خالدة مثل مسرحية مدرسة المشاغبين، ولكن تكون على المسرح ويكتبها أصوات العرب، يعني مجموع الأصوات هي الحوارات. ونتمنى يعني هذا التسجيل سيكون 5 دقائق، ونتمنى من الجميع من يصلهم من الناشر أو مني، المؤلفين مني EANA، أو من الأستاذة وفاء TWNA، بالنسبة للبنات المشاركة لتكوين محتوى المسرحية. كما قلنا المسرحية ستتيح فرصة لو تحاورنا مثلا مع عدد كبير وأخذنا 5000 دقيقة وضعنا